نتعرف على طريقة وكيفية التسجيل من الدعم الاجتماعي المباشر فقط بالهاتف خطوة خطوة. قم بالضغط هنا على موقع جوجل. نصف نقوم بالبحث عن موقع ACDPMS فيضا على هذا الشكل. بعد نصف نقوم بالضغط هنا على طلب الاستفادة. بعد نصف نقوم بالضغط هنا باختيار الجنس أنثى أو ذكر. نصف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني. نصف نقوم بكتابة معرف رقمي. نصف نقوم بكتابة تاريخ الولادة. نصف نقوم بإدخال الرمز الأعلى. نصف نقوم بالضغط هنا على تأكيد. من ثم نصف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل وضع الطيران. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.